الفجر، فانتظارنا عبادة وانتظارنا صلاة وقيامنا في هذا الموطن صلاة، وكلها من أجل هذا الذي بين أيدينا. إذا تحملنا قليلا أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يغفر لأهلنا وأهلكم، وأن يتقبل من في هذه المقبرة في الصالحين، وأن يجعل هذا الأخ دخيل خير عليهم، وأن يجعلنا جميعا شفيعا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات نودع الشيخ فيصل حسن دجة القائم أعمال الحريب الأمين العام المؤسس المحلي إلى مثواه الأخير، ونحن غيرنا قد أتينا إحرابا وتقديرا لهذه الشخصية التي امتازت بسلوك عملي وإخلاقي رفيع جدا في فترة صعبة جدا من الأوضاع التي تخشى البلد. أرحم الله شخصية محبوبة لدى الجميع، وعلاقاتها كانت طيبة مع الكل، بذل جهود جبارة في ظروف صعبة، ومثل يعني أمل لكثير من الباحثين عن دولة واستقرار وسلام وعيش مشترك قابل للجميع. في هذه اللحظة لا يسعنا إلا نوم لأقارب وأسرة أولاد الفقيد تعازي الأخ سلطان العين العرادة يلا نائب رئيس مجلس قيادة الدعاش المحافظ مالك، الذي يعزيهم بصراحة يتصالح بي لأن قد فقدت سنة لي في هذا الطرف الصعب، هذا الوضع الصعب، وهذه الجملة لا تقال إلا الكبر الفقد الكبير، وفيصل يمثل فقد كبير جدا، وهو بالمناسبة كان خيط الربط بين الضفتين، بين الضفتين نحن في حريف وجنبنا عين، وهذه وحدة واحدة وقلوب واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه اللحظات عندنا تشييع فقيد الوطن الشيخ فيصل حسن الأجدع أمين عام المجلس المحلي في نية حريب محمد مالب. وفاة الشيخ فيصل حسن الأجدع خسارة على الوطن، خسارة على محافظة مأرب، خسارة على مديرية حريب، لكنها حكمة الله تعالى وقضاءه وقدره. هذا الرجل المثالي الذي يشهد له القريب والبعيد، ويعرف الجميع مناقب وصفات وتعامل هذا الرجل. حقيقة لم تعتبر هذه يعني خسارة فادحة، لكنها أقدار الله تعالى وإشارة كبيرة جدا لهذه الجموع. أعطتنا هذه الجموع الغفيرة التي حضرت هذه الليلة لتوديع فقيد الوطن، أعطتنا إشارة كبيرة أن هذا الرجل كان لطيفا في تعامله، كان محبوبا لدى الجماهير، كان محبوب لدى المواطنين، كان قريبا من الناس جميعا، قريبا من أبناء منطقته، قريبا من أبناء مديريته، وله مناقب حسنة وجمة لا نستطيع أن نحصرها في مثل هذا المقام. لكن يعني جموع والكبيرة والحشود الكبيرة التي حضرت في توديعه كانت دليلا واضحا على حسن تعامله، وعلى يعني تعبر عن الحسرة وتعبر عن الحزن عن يعني فقدان
فقيد الوطن في هذا المرحلة وفي هذا يعني المرحلة الاستثنائية وفي هذا الوضع الحرج، لكنها مقادير الله تعالى. بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبله بالصالحين. لقد يعني حقيقة أعطتنا هذه الجموع التي كانت هذه الليلة حاضرة على يعني في تشييعه، أعطتنا طمأنينة أن هذا الرجل كان لطيفا، كان محبوبا، كان قريبا من الناس جميعا. نسأل الله عز وجل أن يتقبله بالصالحين وأن يخلف علينا وعلى مديريتنا وعلى محافظتنا بخلف خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.